فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من طلبة العلم يجيز الاستمناء خوفا من الوقوع في الفاحشة إذا لم يستطع الزواج، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا يجوز وضع الشهوة إلا في الزوجة أو السرية مملوكة له، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، والعادة السرية وراء ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غض البصر، أرشد إلى الصيام، من كان عنده شهوة يصوم، الصوم يحد من الشهوة، فإنه له وجاء عليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني مثل الخصى له. نعم.